ولذلك لكم أن تتأملوا في بلد ألهم الله عز وجل أحجاره وأشجاره أن تعرف أن محمد بن عبد الله هو رسول الله قبل أن يعرف هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا نجد في صحيح البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. هذا الحديث العظيم يقول فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمكة، خاطبها وكأنها تعي خطابه، لأنه هذا البلد كما قلت له هذه المكانة. ولذلك لكم أن تتأملوا في بلد ألهم الله عز وجل أحجاره وأشجاره أن تعرف أن محمد بن عبد الله هو رسول الله قبل أن يعرف هو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألسنا نجد في صحيح البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، يقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. وعند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يخرج في طريقه إلى غار حراء فيسمع صوتا من خلفه، فيسمع من يناديه ويقول: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا رسول الله. فهنا نجد ابن عباس يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمكة كالمخاطب لها وأنها تعي ما يقول، فيقول: ما أطيبك من بلد، فهذا بلد طيب بل أطيب بلد. وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بصيغة التفضيل، يعبر عن هذا المكان بأنه أطيب بلد، فقال: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، يعني أشد ما يكون الحب في قلبه فهو يخبر عنه في ذاك الموقف نحو هذا البلد. ثم قال: ولولا أن قومي، أي من كفر من قريش، اضطروه للخروج، ولولا ذلك لما خرج وما سكن غير مكة شرفها الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام الفتح لم يأذن للمهاجرين أن يسكنوا مكة. لما؟ لأنهم نالوا درجة عالية بهجرتهم، فأصبحوا خير هذه الأمة ومرتبتهم الأولى، ومن بعدهم الأنصار، فلو رجعوا إلى مكة لفقدوا هذا الوصف، فلذلك لم يأذن لهم أن يسكنوها، ما أذن للمهاجرين أن يسكنوا مكة حتى لا يفوتهم هذا الأجر العظيم الذي هو أجر الهجرة، أجر الهجرة. فقال: ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فكل هذا فيه دليل على ما ذهب إليه جمهور العلماء أن مكة شرفها الله أفضل من المدينة، لأن مسلم قال: ما أطيبك من بلد. فهذا قوله وإخباره صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا جمهور العلماء، وخالف في ذلك مالك رحمة الله عليه فيقدم المدينة في الفضل. ولكن دائما نقول أن الفضل في هذين المكانين عظيم.